عملت كمصور صحفي لأكثر من عقدين في تغطية أهم الأحداث بالعالم خلال تاريخنا المعاصر، بكل أمانة مع قنوات أمريكية وأوروبية وعربية، ولم أفكر يوما في نشر أخبار كاذبة أو التحيز لقضية بعينها، لأني أحترم مهنتي كمصور صحفي وأعتبرها جزء لا يتجزأ من أي مجتمع ديمقراطي ناجح. فأنا ضد أي حبس أي صحفي في العالم، خاصة أن هناك المئات من الصحفيين محبوسين حاليا بدون أي ذنب ويجب إخلاء سبيلهم. لكن بعد التحقيق الاستقصائي الذي ركزنا فيه أنا ومحمد فهمي والعديد من المحامين، تأكدنا بالأدلة أن الجزيرة كذبت علينا وأنها كانت تعلم أن عملنا بمصر كان غير قانوني، وأنها لم تكن فقط منحازة لجماعة إرهابية لكنها أيضا أمدتهم بكاميرات وأموال وأجهزة بث، مما يتعارض مع مفاهيم الصحافة النزيهة وصحافة المواطن وأيضا مخالف للقوانين المصرية. أنا الآن أعيش بعيد عن أبنائي وزوجتي وتحت ضغط نفسي وظروف قاسية، ولا أستطيع الرجوع إلى وطني، أيضا لا أستطيع مباشرة عملي بحرية حيث تم توقيفي بتركيا وترحيلي إلى الدوحة، وبعدها طلبت من إدارة الجزيرة تحويلي للعمل بواشنطن لتفادي مخاطر السفر والتنقل بمنطقة الشرق الأوسط. وفوجئت عند وصولي لواشنطن أن القناة لم تكمل أوراقي الرسمية وتأشيرة العمل بطريقة شرعية، وتنصلت من كافة التزاماتها معي، وحاولت التحايل علي وإجباري على التعاقد مع شركة أمريكية تقدم خدمات لقنوات الجزيرة. وبعد محاولات عديدة للتواصل وشرح موقفي فشل الجميع، لجأت للإعلام وعينت محامي لمقاضاة قناة الجزيرة على كل الأضرار التي سببتها شبكة الجزيرة لي ولأسرتي، وتقدمت بطلب لجوء سياسي للولايات المتحدة الأمريكية لأحمي نفسي وأسرتي وأتفادى ترحيلي حيث ينتظرني تنفيذ الحكم القضائي ومستقبل غامض. شكرا.